دونك هضرنا على لي فورم دو لا موني ومشينا قلنا حنايا في لا موني ميتاليك. لا موني ميتاليك قلنا غادي نجبروها طبعا لا موني ميتاليك الي ايتيليزي سو تخوا فورم، اما على شكل اما قلنا لا موني بوزي. لا موني بوزي يعني دي بيس سون عبارة عن لينيون عندهم اون فورم بريسيز، ولا لا موني ميتاليك اللي هي لا موني كونتي. On se dit qu'il serait bien que ces lions prennent une unité de poids et corrigeront dans la forme. Chez nous, on a de la monnaie comptée, la monnaie qui peut être une hispa. La monnaie qui peut être une hispa, comme il y a un exemple, un dirham qui est un dollar et un humanite. Il y a un exemple qui est un exemple qui est un exemple. Mais on dit que la monnaie comptée, il y a la monnaie qui peut être une hispa. هذه كانوا شحال 5 دنانير 6 دنانير. هذا الدينار الذهبي ولا الدينار من الفضه اللي كان عنده واحد الشكل محدد وهما متناسقين، يعني ما كاينش واحد الدينار كيوزن اكثر من اخر ولا فات دوبلي اخر. عليها كنقولوا برين اونيتي دو بوا، تاخذوا واحد وزن معين وطبعا كويرونت في لا فورم، يعني متجانس في لا فورم، يعني عندهم نفس لا فورم. لا فورم الاخرانيه لا موني فرابي دي organes politiques ou religieux choisissent alors de frapper la monnaie et appliquer un signe distinctif garant de la tonie en métal et du poids. يعني la monnaie frappée هي ديك la monnaie التي تصنع من ذهب، ولكن طبعا كتكتب فيها السميه طبعا ديال الاورغانيزم ولا السميه ديال الدوله ولا السميه ديال المنطقه، كتسمى la monnaie frappée. C'est également le début de la prime à la valeur faciale pour l'autorité qui frappe la monnaie. Et donc كذلك هي début ديال لا بريم على فالور فاسيال. مشينا اننا نبقشوا على لوتوريتي، هاد لوتوريتي يعني ان هاد العمله ديالنا وماشي ديالنا. بدينا كنهضروا على شي حاجه، بدينا كنهضروا على اون فارياسيون او نيفو طبعا ديال لو شوا ديال لو سيستيم مونيتير. ايل بو فرابي دي موني اون ابليكون اون فالور ليجيرمون بلو امبورطون كو سي الكونتونون بور لو ميتال. يعني ممكن انني الدينار يكون كمثال فيه 10 غرام ولا 20 غرام، ولكن نتعاملوا معه على اساس هو فيه 80 غرام ولا 100 غرام. يعني بدينا كنهربوا من المكونات ديال لاموني، واننا كنتفاهموا على هاد لاموني هذه واخا فيها 100 غرام، غنتعاملوا معها بان هذه كتشري تيل او تيل شوز، هذه غتشري الحاجه فلان فلانيه والحاجه فلان فلانيه. بدينا كندخلوا بالضبط في لو سيستيم مونيتير. لو سيستيم مونيتير فوقاش غندخلوا له بالضبط؟ ملي كتكون لا دي ماتيرياليزاسيون دو لا موني، ملي غادي نهربوا على المكونات دو لا موني ونعتبروها طبعا كتنفعنا في امور اخرى، بحال اللي قلت 200 درهم 300 درهم 200 درهم 50 درهم 100 درهم. يعني هي عباره عن ورقه ولكن كنشريو بها الامور ديالنا. لا موني في دو سيير. لا موني في دو سيير ما جا من كلمه فيدوس. فيدوس طبعا هي الثقه. اذا لا موني اللي ما جا من الثقه ديالنا بالسلطه ولا الثقه ديالنا بداك لا موني. سيت فورم ا في سون اباريسيون، يعني ظهرت لورسك ان ديريكتور دون بانك ا ديسيدي دو ليفري دو ديليفري او اسكونتور دو بابي موني ا لا بلاص دو ميتال بريسيو. يعني فوقاش ظهرت؟ ملي واحد المدير ديال البنك قرر انه يعطي للناس اللي منزلين عنده الذهب ان سيرتيفيكات ديبو. يعني انت هنا منزل لي 200 درهم ولا انت هنا منزل لي 200 مليون 300 مليون، وبداو كيتعاملوا بداك البابي، بداو كيمشيو لبنكة في مدينة أخرى غير بداك الورقة وكيقول له خرج لي المبلغ فلان فلاني لأنني أنا منزل عند في البنكة ديالكم النوع ديالها إكسيتيرا هذا المبلغ من الفلوس اللي هو طبعا ميتو بريسيو ذهب أو الفضة خصوصا ذهب. لو برومي دو ريكاردو proposer de soumettre la création des billets monétaires au stock d'or disponible pour éviter l'inflation. اول حاجه ريكاردو شنو قال؟ قال باننا نعملوا لي بي مونيتير، يعني نعملوا هاد الوراق اكسيتيرا، ولكن كتلائم ستوك ديال الذهب باش نتفاداو طبعا التضخم او ما يسمى بارتفاع الاسعار. لو دوزيام دو توك بروبوزي دو كريي لا موني اون فونكسيون دي بوزوان دو لوكونومي. لو دوزيام ديال توك اقترح اننا نعملوا لا موني ولكن ماشي بالانسجام مع ستوك ديال الفلوس ولا ستوك الذهب عفوا، ولكن بانسجام مع الحاجيات ديال الايكونومي. يعني ممكن ان الدوله تسلف الفلوس وهي ما عندهاش فلوس. اخر فورم هي لا موني سكريبتورال. لو سيستيم دو بيمون سي توتالمون انوفي سي توتالمون ديفلوبي افيك لانفونسيون دو نوفو انسترومون. يعني طبعا النظام البنكي او نظام الاداء تبدل بزاف، ولاو هناك شي حاجه اسمها الفيرمو اونتخ